إن اليوم تعطت انطلاقة ديال لجنة تحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال. هذا المؤتمر عنده واحد صبغة خاصة، لأن الهدف منه أولا هو تقييم أداء الحزب خلال هذه الولاية، وكذلك الأداء الحزب داخل الحكومة بحكم أننا مكون من مكونات الأغلبية الحكومية. ثانيا العمل على تقوية الحزب في المشهد السياسي، خصوصا أنه كما تعلمون بلادنا فهي تعرف واحد تطورات جد مهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهنالك تخليق الحياة العامة كذلك اللي انطلقت بقوة. ومن الضروري أن حزب الاستقلال أن يكون أولا منخرط في هذا الأمر، ولكن أكثر من ذلك أن يواكب وأن يعمل كقوة اقتراحية من أجل أولا التفاعل الإيجابي من أجل تنزيل هذه التوجيهات الملكية، وكذلك العمل على تحقيق هذا الطموح، ولكن من جهة أخرى كذلك تأطير المواطنات والمواطنين وإشراكهم وإدماجهم في هذه الحركية الإيجابية اللي غتضمن إن شاء الله الكرامة لكل المواطنات والمواطنين، واللي غتفتح إمكانيات الارتقاء الاجتماعي بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين من شباب ونساء. سيدي نور الدين ديان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب. بطبيعة الحال اليوم محطة تاريخية بالنسبة لحزب الاستقلال التي يجسدها انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني تهيئة للمؤتمر 18، وأنه الأجواء بطبيعة الحال جيدة جدا من أجل يعني التهيئة للمؤتمر القادم اللي غادي يكون إن شاء الله في نهاية أبريل، بعد حصول التوافق أولا على الأمين العام نزار بركة من أجل تجديد الثقة فيه مرة أخرى لولاية تالية، وكذلك تهيئ لكل مخرجات المؤتمر من خلال انتخاب اللجنة التحضيرية اللي بطبيعة الحال غادي تشتغل ابتداء من اليوم، وكذلك اللجان الأخرى المتفرعة بما فيهم اللجنة السياسية ولجنة القوانين ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الاقتصادية والرياضية وغير ذلك. إذن فالمؤتمر بطبيعة الحال هذه الدورة تمر في أجواء نضالية جيدة بامتياز، وأن هناك ارتياح لدى المناضلين والمناضلات من أجل الانخراط الكلي في المحطة القادمة إن شاء الله اللي هي محطة المؤتمر 18. إذن فأعتقد بأنه جميع الظروف متاحة، ومن أجل إنجاح المؤتمر والخروج بتوافق مستمر إن شاء الله اللي فيه مصلحة عليا للوطن والمصلحة الأساسية لحزب الصدر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.